صحاً صحاً بالأقدام للصهيون أمريكا 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 صحاً صحاً بالأقدام ذكرى يوم الأرض الفلسطيني كتنظم الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع وقفة بهذا اليوم النضالي المجيد في تاريخ الشعب الفلسطيني. تتنظم هذه الوقفة أساسا للتنديد بالهرولة المخزنية نحو المزيد من التطبيع مع الكيان الصهيوني، واللي بدات تتاخذ اشكال جد مستفزه للشعب المغربي. برصد العداله في المغرب ضمن عده مجموعات حقوقيه تناضل من اجل حقوق الانسان وحريات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. وهذه الوقفه هي بالمناسبه يوم الارض التي تهدف الى مساندة الشعب الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. نقف اليوم في هذه الوقفة المركزية الرمزية بمناسبة تخليد ذكرى يوم الأرض الذي يوافق 30 من مارس. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أصدرت نداء أن تدعو فيه جميع المواطنين لتخليد هذا اليوم تحت شعار يوم الأرض، نضال مستمر حتى تحرير الأرض وحتى إسقاط التطبيع. بسم الله الرحمن الرحيم. جئنا اليوم لنصدح بصوتنا وبصوت كل مغربي حر بأن فلسطين ليست للبيع، وأن لا تنازل إلا عن فلسطين من البحر إلى النهر، وأن فلسطين ستبقى حرة عربية، وأننا ضد تطبيع جملة وتفصيلا. جينا وفرحنا كون جميع القوى المناهضه للتطبيع يعني مشاركه يعني في هذه الوقفه هنا في الرباط. كاين مدن اخرى ولكن هنا في الرباط بعدا يعني كاين هذه الظاهره. جينا حنا الجبهه المغربيه لدعم فلسطين وضد التطبيع لنعبر على استنكارنا على تطورات للتطبيع الذي بدا في الستينات مع تهجير جزء من الشعب المغربي الى فلسطين ليصبحوا بين عشية مذوحها محتل فلسطين حامل السلاح مجرمين حرب.